أهلا وسهلا بك فتيحة. إحنا اليوم إن شاء الله بإذن الله حنتكلم عن آخر جروح في سلسلة الجروح الروح الخمسة. إحنا شوية تأخرنا بس يعني حصلت ظروف كثير، رمضان وإحنا كنا مشغولين. ومرة شكرا لك. أهلا ولاء، أهلا وسهلا. تفضلي كملي. بقول لك إنه شكرا على الوقت، معلش بكون أعتذر للناس إنه إحنا شوية تأخرنا في تسجيل الحلقة. العفو. أيوة. يعني حقيقة أنا اللي مكسلة عشان ما نخفي للناس. طيب خلينا نبدأ إحنا نتكلم عن العار. خلينا نقول ما هو العار، أو اشرحي لنا شوية جرح العار من أين يأتي، كيف يتكون، إيش المواصفات اللي ممكن نلاقيها في الشخص اللي يكون يحمل جرح العار، وكيف ممكن نعالجه. أنا هخليك كيف ما يكون مفتوح. بسم الله. هذا آخر جرح إن شاء الله نتكلم، إن شاء الله تكون فيه الاستفادة زي الجرح الأخرى. قلنا جرح العار، هو ماذا يعني العار؟ هو يعني واحد لما يحس بالعار راح يحس بالإهانة، إنه تهان، والإحراج، الإحساس بالخزي، يخجل من شيء، يستحي، الإشمئزاز. هذا كلها مفاهيم تدخل في جرح العار، وإنك تحسي منقوصة القيمة، منحطة، دونية، أو كمان يعني هذا الشعور كلها تحسسيها لشخص آخر. يعني أنت تقصدي أنك تهيني شخص آخر أو تنقصي من قيمته، أو يعني اللي يعمل نفسه أو الآخر، يعني هذا النفس هو كمان عنده مشكل جرح العار. هذا الجرح يبدأ من سنة إلى 3 سنوات، عندما يشعر الطفل بأنه والديه يخجلان منه، أو يشعر بالخجل إذا وسخ نفسه. يعني الأطفال صغار كلهم يعملوا يخطئون عادي، بس لما يعمل أشياء هذه وأمه تحكي لأبوه، وإحنا حتى لو كان في هذا الطفل، لو كان حتى في هذا السن الصغير، هو يحس بأمه، هو متعلق جدا الطفل، نعرفونه متعلق جدا بأمه، راح يحس بطاقتها، ويحس لو تكلمت أمامه راح يحس هي يعني لأنها خجلانة منه أو شو عمل يعني لما تحكي. وحتى لما تحكي الآخرين عنه، يعني نقوله طفل صغير ما بيفهم، بس هو بيفهم كل شيء، بيحس بهذه الأشياء، هنا راح يستيقظ هذا الجرح. شو كنا نقول؟ الجرح العار نعيشه مع الأم أكثر من الأب، وغالبا نعيشه مع الأم، لكن نقدر نعيشه كذلك مع الأب، يعني حيتعاش مع من الطرفين، بس الأم هي الأكثر عامة. حيعيش الطفل جرح العار مع أمه، ربما في النقاء، في الجنس، في المشاكل اليومية اللي تتعامل معاه أمه، أما مع الأب في التعلم، في السمع، في الكلام اللي راح يتعامل معاه أبوه فيها، المواقف اللي يتعامل معاه أبوه فيها. إذا علموا شيء وما عرف ما تعلموا ووبخوا راح يحس بالعار. يعني إحنا عشنا كثير هذه المواقف وكنا نعرفها. القناع المستعمل عند جرح العار هو المازوشيست. المازوشيزم هي المازوشيسية. المازوشيسية بالعربي مازوخية. المازوخية. المازوخية. أوكي. هو إنسان يجد متعة والرغبة في تعذيب نفسه والمعاناة، يعني ما يعطي الحق لنفسه أنها تستمتع،
إذا استمتع وحس بالمتعة راح يوبخ نفسه، هو يحب يعذب نفسه، ما يشوفش عنده الحق، أو يجي له شعور، يجي له شعور بالذنب لما هو يستمتع، هاي يعذب نفسه قبل أن يعذبه الآخرين بطريقة غير واعية. هذا كله يحدث في اللاوعي. الشخص يقدر يعيش تجربة فيها الخيانة والعار بدون أن يستيقظ هذا الجرح، لأن كل الجروح اللي ذكرناها نقدر في أي جرح نشعر بالعار، لكن بدون ما يستيقظ العار، جرح العار يعني سبيشال، لا خاصة الرفض، نقدر لما واحد يرفض نحسه بالإهانة والعار، بس بدون هذا مرافق، هذا الشعور مرافق لجرح الرفض، بس اللي عنده جرح العار كبير راح يعيش هذا الجرح أكثر من الآخر، من مع الجروح الأخرى أكثر وأكبر. الفرق بين التأنيب والعار، نحس بالذنب، التأنيب لو الواحد يأنب نفسه يعني يحس بالذنب عندما نحكم على عمل قمنا به غير جيد، هذا هو اللي نحس بالذنب. أما العار، أما العار هو العكس، عكس العار هو الفخر. الشخص يقدر يشعر بالذنب بدون ما يحس بالعار. نقدر أي واحد يحس بالتأنيب بأن بنفسه يعني يقول علاش عملت هذا الشيء، لكن ما يشعرش بالإهانة ولا العار ولا الخجل. لكن اللي يشعر بالعار راح يكون دائما مصاحب معه الشعور بالذنب. العار دائما مصاحب الذنب، بس كأنه بيحاسب نفسه، ويعني بتكون مثلا لحظات دقائق معدودة، وفي واحد لا كأنه حيعيش شعور بالذنب فترة، يعني مثلا ممكن يعيشها أسبوع أسبوعين على حسب كمان عمق الجرح، أكثر من كده ممكن. يعني الموقف يتكرر في أذهاننا، ودائما يكون الشعور نشعر بنفس الشعور الإهانة والعار، ورح يكون الذنب مرافق دائما معه. المازوشيست عنده جسم كبير، مش كبير يعني بالكبر يعني، لأنه حيكون عنده وزن زائد، إنسان هذا معرض للتخنة، للسمنة. الساعة واحدة صباحا. شو كنا نقوله، يكون إنسان قصير يعني مش طويل، رقبة كبيرة، قلنا دايما هاد المواصفات مش منطبقة كليا 100%، دايما نذكر وجه دائري، عيون بريئة. هذا الجرح صعب الاعتراف به، هو من ضمن الجروح اللي واحد يقدر يعترف لأنه عنده جرح العار. يعني اللي حاب يشتغل على نفسه يرد باله، لأنه مش من السهل لأنه راح تعترفي بأن عندك هذا الجرح، مش من السهل لأنك راح تفسري المواقف أن شعرتي بها راح تكون مرتبطة بجرح العار. هذا عشان واحد يكون واعي، وقلنا دائما الحلول أنه الواحد لازم يكون واعي أولا بالجرح عشان يقدر يشفيه. المازوشيست يظهر نفسه متماسك، يتقن الأشياء ويحمل نفسه فوق طاقته، يحمل أثقال لأنه يحب يرضي الآخرين عشان ما يشعرش بالعار وبالإهانة، عشان ما يشوفوش إنسان أناني ويلوموه دائما ويحس بأنه دوني، راح يحمي نفسه يكلف نفسه فوق طاقتها. المازوشيست تجده في مواقف يتحمل مسؤولية أشخاص آخرين وينسى نفسه عشان دايماً عشان يهرب من هذا الشعور في المواقف، دائماً يهرب من هذا الجرح. هذا هو يعمل جهده لإرضاء الآخرين بنية أنه لا يخجلهم، دائماً يكون على قد المسؤولية، يشوف نفسه على قد المسؤولية، لا يردهم ولا يخجلهم. يعني قلنا في كل جروح اللي ذكرناها، كل جرح
تقريبا تتشابه، لكن النية من وراها تختلف. عشان نفرق هنا، النية أنه نحمي نفسنا من أنه ما نشعرش بالإهانة وبالعار. في الجرح الأخرى كان دائما النية مرافقة للجرح. أنا دائما يا فتيحة أقول أي أحد يسمعنا أو بالذات يسمع تسجيلاتي، مهم إنه هو يكون معاه ورقة وقلم يكتب، لأنه يتعلم غير إنه هو بنفسه كمان يعني يكتب الكلام بطريقته، هو مفهومه من الكلام اللي يكتبه بطريقته، هنا حتتركز. وهذا راح يساعده عشان يشفي نفسه، لأنه لما يكتب راح يتذكر ويركز أكثر على المواقف اللي راح تحدث له بعدين في حياته، وراح يقدر يربطها باللي كتبها مش اللي بسمعها. لما يكتبها يعرف، لأنه تتركز أكثر في مخه، ويقدر يساعد نفسه على الشفاء أكثر. نتكلم عن الجروح، إنه إحنا كيف نفرق بين الجروح، نبدأ نشوف إحنا إيش دوافعنا أو نوايانا في المواقف اللي بتحدث معانا. وهو يعمل جهد، قلنا لإرضاء الآخرين، بنية أنه لا يخجلهم ولا يردهم، ويجد نفسه يتحمل فوق طاقته، وفي الأخير لا يعترف به كذلك. بذلك يقيد نفسه، راح يقيد نفسه يصيب روحه مقيد بالآخرين عشان يرضيهم. وهذه أنا أظن يعني اللي عايش هذا الجرح وهذا الحالة، هذا أكثرها من النساء العربيات في البيوت كلهم، يعني تقريبا كل مهاجم عايشين جرح العار تقريبا. وكذلك يعيش الآخرين هذا الإحساس، لأنه يريد أن يثبت من دون، لا يستطيعون فعل أي شيء. وهذه كمان النساء يعني تشوف هي لو مش موجودة من دونها ما راح يقدروا يعملوا أي شيء. هذا يعني في مثال في الأمهات يعني، بس نقدروا نعيشه. يعني واحد اللي عنده جرح العار ويرضي الآخرين راح دائما يحب يحتاجوه، لو ما احتاجوش ما راحش يحس روحه منيح، لأنه يعني يتفعل الجرح عنده. يعني لازم يكون من أنواع لازم يكون في اعتمادية. لو ما هاي هي أنا أعتبر ميت. أنا لا. لأنه يريد أن يثبت من دون يستطيعون فعل أي شيء، هذه اعتمادية. عندما المازوشيست يشوف نفسه مهم، هذه يعني عندما يفهم أنه هو مهم في أعماقه سبيشال، يعرف قيمته، عندها لا يبحث إثبات هذا الشيء عند الآخرين. وهنا جسمه لا مش راح يأخذ حجم كبير. هو علاش يأخذ حجم كبير جسمه؟ لأنه راح يأخذ حجم في حياة الآخرين، لذلك أنه جسمه يأخذ حجم كبير، لأنه دائما يكون عنده حجم في الوسط اللي يعيش فيه، لأنه هو اللي يكلف نفسه أنه يتحمل مسؤولية الآخرين. هو شخص مسيطر كما قلنا في جرح الخيانة، لكن هنا النية تختلف، هنا الخوف من العار يسيطر، أنه باش ما يشعرش بالإهانة الإشمئزاز، راح يسيطر على المواقف، إنه لازم يكون بيرفكت ويكون جيد، ويكون لازم هو يسيطر على الأمور، ما تخرجش ما تفلتش من إيده. المازوشيست عنده صعوبة في التعبير عن احتياجاته، لأنه منذ صغره لا يتجرأ على الكلام خوفا من العار والإهانة، يستحي أن يتكلم. وهذه تقريبا كنا تربينا عليها، هذه خاصة عنده قلنا مشاكل في الحلق، في النطق أو في الفصاحة أو في الكلام. هذه إحنا عندنا العرب عندنا سيتان طابو بالعربية، طابو أن نروح عند الطبيب النفساني ونتكلم. يعني هي لو واحد كانت عنده مواقف فيها شعر بالإهانة ولا عمل شيء شافوا بلي
فيه إهانة وشي مش منيح، فيه عار وفيه اشمئزاز وفيه يعني من الصعب يحكيه الواحد في عائلته. هنا لو قدر يتغلب على نفسه ويروح طبيب نفساني ويحكي هذا الشيء ويحكي هذه الحكاية، راح يتخلص من عبء كبير عليه، وراح تتحرر شاكرا الحلق عنده، راح يبرى وراح يتشافى، وراح النطق يعود له أسهل بكثير، يعني تتنحى الضغوطات اللي كانت عليه في الحلق. لازم واحد تكون عنده شجاعة يحكي هذه المواقف، يشعر بيها بالخجل والإهانة عشان يتحرر من هذه المشاكل. عامة المازوشيست إنسان جد حساس، يعمل جهده على أنه لا يجرح الآخرين في الكلام أو التعامل. هو الأكثر شخص لا يسمع لنفسه واحتياجاتها، يشوف نفسه دائما صغير، دائما يقلل من قيمته. أي انتقاد يشعر بالانحطاط، يحط أي انتقاد يوجه له يأخذه بطريقة شخصية، ويحس بأنه تقلت من قيمته. هو الشخص يوبخ نفسه كثيرا، وأظن إحنا عندنا كثير هذه العادات كمان تربينا عليها إحنا في الأسر العربية. القسوة على الذات، بس أظن في القسوة طاقة الأرض، يعني أنا بشوف الأجيال اللي ما شاء الله دحين يعني عندهم شوية أكثر مننا في الناحية، متزنين أكثر مننا أو الأجيال اللي قبل. أنا والله ما بشوفهم التزنين الأجيال هذول اليوم، أنا بشوفهم لا. مغرورين ما عندهم استحياء. لا بس قصدي برضو بس ما عندهم هذه العقدة حكاية إنه أنا أجلد ذاتي. ما عندهم الحمد لله. الحمد لله، بس ما هي حاجة منيحة إنهم ما بيستحوا يعني في الحاجات اللي ما بيستحوا فيها. بس والله ما عندهم استحياء كمان، وكل متحررين زيادة عن اللزوم. كل زمن لون فتيحة. أعرفها أنا، لا حاجة منيحة والله. أنا بتعجب لما بشوفه وأنا أقول لما كنت يعني سنكم يعني ما كنتش نقدر نعمل هذه الأشياء، حاجة تفرح يعني في حاجات اللي تكون ما تقيسش الاحترام وتقيس الحاجات الأخرى. يعني شو كنا نقول؟ هو الأكثر شخص لا يسمع لنفسه احتياجاتها، يشوف نفسه دايما صغير ويوبخ نفسه. تذكر هذه ملاحظة، تذكر جيدا أن لا أحد يستطيع أن يشعرك بالذنب، لأن الذنب يأتي من الداخل. يعني الذنب راه داخلك، إذا طهرته راح يروح، راح مش راح أي واحد راح يخليك تشعر بالذنب. والذنب والتأنيب هذا من حب الذات، هذا في هذا كلام لحاله. الحرية جد مهمة عند المازوشيس، لأنه يحس روحه غير مقيد. هو قلنا دائما يقيد نفسه، يعني يشعر بأنه لا راح يعطي تقرير لأي شخص ولا أحد يعمل له كنترول. يتحرر من الواجبات ومن العمل، فهو يتحرر من العبء الثقيل اللي حمله فوق طاقته. بس هو ما عنده حرية، هي جد مهمة. هو الحرية هي من مخاوفه، يجذب مواقف فيها. يعني هو اللي هو يحب الحرية لكن يخاف منها، لكن في نفس الوقت هو بيحط على نفسه أثقال أو أعباء أو التزامات أو مسؤوليات أكثر. ويظن أنه يتحرر من أعباء، يروح يزيد على نفسه أعباء أخرى. هو يعني يخرج من، إحنا نقوله يخرج من حبس، يدخل في حبس. يجذب مواقف فيها إهانة وعار له، فهو سريع السقوط في الزيادة، مفرط في الأكل في الشراء. يعني مش في كل شيء، احنا قلنا شيء واحد يقدر يكون مفرط فيه، يعني مش يعني لازم يكون مفرط في أي شيء، في الكلام. نمط من أنماط الإدمان يعني يساوي نمط من أنماط الاعتمادية. يصرف كتير، يتكلم كتير، وبعدين يخجل من نفسه. ليش عمل هيك؟ لأنه هو أكتر واحد اللي عنده العار يخاف من نظرة الناس، هو أكتر واحد اللي يخاف من نظرة الناس له.
نقول الناس كيف حيشوفوني لما يعمل هيك. لذلك هو يخاف من هذه الحرية ويعتقد أنه يهتم بنفسه أكثر. ليش يخاف من الحرية؟ لأنه يعتقد أنه لو اهتم بنفسه أكثر الناس ما راح تحتاجه، ما راح يكون مهم يعني. فنجد المازوجيست عنده بلوك طاقي في الجسم عشان هذا الحلقة الدائرية المفرغة اللي يدخلها يدخل فيها، يدخل في حبس يخرج من حبس، لأنه راح يهرب من القيود، يروح يقيد نفسه ويظن بأنه راح يتحرر ويراح يقيد نفسه، وهنا حيعمل بلوك طاقي في جسده ومحتاج يتحرر من هذا البلوك ليصبح حقيقي. خوف المازوشيست قلنا هي الحرية، هذا هو الخوف تاعه. قلنا في أي جرح كاين خوف، والخوف المازوشيست هو من الحرية. من المهم جدا أن تتذكر ليس ما تعيشه هو الذي يجلب لك المعاناة، بل هي ردة فعلك لما تعيشه بسبب جروحك الغير متشافية. يعني لو تشافيت هو خلاص يعني ما راح تكون معاناة في حياتك. الاشمئزاز هو إحساس يعيشه كثيرا المازوشيست لنفسه أو لغيره، كمثال اللباس والتنظيف من أجل الغير، يعني يلبس لأجل الغير، ينظف لأجل الغير لكي لا يرانا الآخرون بشكل لائق. وإحنا قلنا اللي هو أكثر واحد يخاف من نظر الناس، من نظرة الناس له. المازوشيست يحكم على نفسه بأنه لا يستحق الحب، الاعتراف، لا يستحق كثير من أشياء، يشوف نفسه دائما قليل، قلنا ما يعطيش قيمة لنفسه، هو يرى نفسه يستحق المعاناة. وهذا يحدث بطريقة، كل هذا يحدث بطريقة غير واعية، خاصة في الجشار بأن الجنس بأن بالحقارة، لأن هذا برمجة، خاصة إذا كان عنده مشكل خلقي أو حتى يكون ثخين وسمين، راح يتقبل الجنس، لأنه راح الآخر يشوفه على حقيقته، أو من برمجة كذلك بأنه شي عيب، الجنس شي عيب أو مخجل. وهذا كتير نساء عربية تربين على هذا الشيء، يعني ما تشوفش عندها حق في الجنس. مشاكل الجنس كلها تقريبا جاية من جرح العار، الجرح بالعار لأنك بنت، لأنك عندك دورة شهرية، لأن أجزاء من جسدك تبرز عيب وعار. واستحي تربينا كثير إحنا البنات على هذه المصطلحات وبرمجة. التحرش الجنسي يكون عندهم سمنة في المناطق التناسلية. ما ذكرتها، مش ما يكون عندهم، يكون عندهم اللي يكون عندهم خوف وعندهم جرح العار، راح يربوا سمنة على الحزام في المنطقة الجنسية، راح يربوا السمنة تمك عشان ما يقتربوا للجنس، عشان يقولوا عنا سمنة مرة يعني شكلهم غير مقبول، راح يرفضوا الجنس بهذه الحجة، راح يحموا نفسهم من الجنس. وفي كتير يعانوا من هذا المشكل هذا. والتحرش الجنسي كله يعني تقريبا تحرش الاغتصاب كله جاي من هذه البرمجة، من برمجة العار، من جرح العار اللي تربينا عليها، من اللي حامل الجرح هذا، من أسباب جرح العار، أنه من هذه البرمجة الخاطئة أنه الجنس عيب وسخ، والشخص يحمل جرح العار فرح يتعرض في صوره إلى التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي، خاصة البنات، لأن البنت اللي تتعرض للتحرش الجنسي والاستغلال الجنسي ماشي راح تكون مستحية، ومش راح تقدر تحكي، تخجل وتستحي أنها تحكي هذا الشيء، لأنها هي اللي راح يلوموها، ما راحش يلوموا الآخر عليها.
هذا من أسباب كذلك إن هذا الفعل إنها راح المهيئة. السمنة قلنا، السمنة اللي قلنا في المناطق الجنسية دلالة على الحماية من الجنس كذلك. الرغبة قلنا أي جرح وراءه رغبة، الرغبة من وراء هذا الجرح جرح العار هي أن يكون يشوفه الناس إنسان ذكي ولامع، يكون ذكي ولامع. المخاوف في العلاقات قلنا كل جرح عنده مخاوف في العلاقات، جرح العار هي المخاوف، المخاوف في العلاقات. خوف من أن يجرح الآخرين، أنا مش راح يكون على طبيعته، راح دائما يخاف يجرح الآخرين، حتى في ربما شيء بسيط يتحس منه أن خوف أن يراه أناني إذا لبى احتياجاته، راح يشعر بالعار كذلك. خوف من أن يهان أو يكون شخص منحط، خوف من أن يراه شخص غير مستحق، أو إحنا عندنا هذا التعبير عندنا نشوفه زبالة كما نقوله. بعض الأمراض يكون وجع الظهر، وجع الظهر لأنه راح يتحمل كثير فوق طاقته، على تحمل أعباء على ظهره خاصة في الأكتاف، مشاكل في التنفس، مشاكل في الرجل والقدم، مشاكل في الحلق زي ما قلنا يكون عنده مشكل في الحلق لأنه ما يقدر يعبر، لأنه خايف ومستحي وخايف يضحكوا عليه، مشاكل في الكبد. شو كنت تقولي لي في الكبد مقبل ولا؟ والله مش فاكرة يا فتيحة، معلش قلنا المرارة تتفق على مرارته. الناس اللي بيسووا عمليات المرارة وبيشيلوها برضو، لأنه ممكن يكون إنهم هما بيتحملوا أكثر من طاقتهم. هذا داخل في جرح العار كمان. الحلول قلنا أول شيء دائما وأبدا الوعي بالجرح هو نصف الحل. ثانيا أن تجرأ أن تكون أنت، أن تطلب ولا تخاف من الانتقاد والأحكام من الآخرين، كن عندك جرأة. إذا كنت ثالثا إذا كنت تسمح للمزاح، لا تسمح للمزاح الثقيل الذي يهينك، دائما تحط خط أحمر على نفسك أو تهين نفسك بالمزاح نية الخوف من الإهانة. وإحنا عندنا كتير هذا المشكل، إحنا زي ما لو غلطت نقول أنا حمارة، أهين نفسي، أنا خايفة من الآخر يهيني، أنا أسبق أهين نفسي. هذا يعني هذا في وراءه نية جرح العار، هذه تكوني فايقة لهذا الشيء راح توقفي هذا الشيء، توقفي تكوني تعملي كنترول على نفسك، ما تهيني نفسك، نراك تعالجي نفسك كذلك. حاول أن تلبس أشياء تليق بك بقيمتك، يعني لا تلبس من أجل الآخرين ولا تستهين بنفسك في لبس أشياء لا تليق بك. احترم نفسك ولبي احتياجاتك قبل الآخرين، وخذ الوقت لنفسك، اهتم بها بدون تأنيب، ما تأنبش ضامن. إذا أعطيت حق لنفسك، لأنه الجرح العار ما يعطي وقت لنفسه، كل ما يصيب عنده وقت فراغ يروح يهتم بالآخرين، هذا يعني يعطي حق لنفسه أنه يهتم بها وما يأنبش روحه. بعض التوكيدات منيحة للشفاء من هذا الجرح. أول توكيد، أشعر بأني أستحق أن أكون محبوب، أنا أحترم نفسي، أنا فخور بنفسي، لدي الحق في التعبير عن احتياجاتي، أنا متحرر من أبي ومن أمي. هذا التوكيد الأخير، متحرر من أبي وأمي، لأن معظم برمجة الجرح العار جاية من الوالدين من الصغر، وإحنا دائما ما ننسوش أن يعني ما نكونوش ضحية، احنا حاملين هذا الجرح، والدينا هما اللي يستيقظوه فينا، لكن التحرر من هذه البرمجة راح تساعدنا من التحرر والشفاء من هذا الجرح. وآخر شيء نقوله، اختر واحدة من اثنين،
عشان هذا كختام لكل الجروح، يا أن تكون سيد حياتك، يا إما مخاوفك هي تكون سيدة حياتك، هي تكون التي تسيرك. أنت قلتي برضو اللي عندهم جرح العار أحيانا يكون في بلوك في جسدهم، يعني يصيبوا موقف ورا موقف ورا موقف، ممكن يصير في بلوك. كيف يساعدوا نفسهم يحرروا البلوك اللي موجود في الجسد تحديدا؟ هذا إذا خرجوا من القيود، لأن اللي يعمل البلوك هي القيود. يعني قلنا جرح العار راح يقيد نفسه دائما بواجبات، يتقيد بالناس، يتقيد بكل شيء، ما يعطي حق نفسه. إذا قدر يتحرر من الناس راح يتحرر من هذه البلوكات، أصلا إذا قدر يتشافى من هذا الجرح يتشافى، راح يتحرر من بلوكات ويتشافى جسده كمان. طيب، يعني خلينا نقول إنه هو يتدرج في تفويض المسؤوليات، يشيل المسؤوليات الأساسية اللي له هو فقط، وما هي من ضمن الحلول. ما يحاول كمان إنه هو يدخل نفسه في مسؤوليات أخرى، ما يتحمل هذا، كل واحد مسؤول على نفسه. يعني دائما 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 تكون عندنا النية، عندما نعمل خير في الآخرين ما نجي على أنفسنا. لو جينا على أنفسنا ما نعمل هذا الشيء، لما راح نضر نفسي ما جي، هذا مش خير. الواحد لازم تكون دائما عنده هذا من قبل. اوكي، دائما لو حنعمل هذا الشيء بدون ما نضر نفسي نعمله، إذا راح نضر نفسي ما نعملش هذا الشيء. اوكي، احنا بنقول عندنا كل شام علقة من عرقوبها. الآن برضو بل الإنسان على نفسه بصيرة، بصيرة ألقى معاذيرة. بيرة. طيب، في سؤال أعتقد أنت كنت حابة تجاوبي عليه جاكي، على العار. هي واحدة سألت العار من الشكل الخارجي من الجسدي، عن اللون والملامح المتوارث من أحد الأولياء، يعني يتورث على حسب سؤالها من اللون والملامح، هل هذا داخل في العار؟ أقول إذا هذا الشيء، هذا اللون أو ملامح في الجسد أي حاجة فيزيائية، إذا كنت تشعري بها بالعار أكيد هي مرتبطة بجرح العار، عندك جرح العار. إذا شفيتي جرح العار راح يعني مش حتكون عقبة ليك في حياتك. لكن أنا عندي رأيي، هذا رأيي الخاص مش رأيي، هذا استنتاجي أنا. إذا أنا نشوف كثير بنات ما يتقبلوش شكلهم، ملامحهم أو لونهم أو أي شيء، هذا نشوفه أنا الروح اخترته كتحدي في هذه الحياة، كتجربة راح تكبري وتنضجي بيها وتختبري هذا الشيء فيها، وراح تشوفي قيمتك مش في هذه الأشياء، قيمتك في أشياء أخرى عندما تفهمي هذه الأشياء. أنا راكي رايحة تتجاوزي، إذا تجاوزتي هذه العقبة الكبيرة في حياتك راكي رايحة تتقبلي نفسك، وراح تشوفي هذا مش مشكل يعني نهائيا، ويقدر يكون تقدر تكون هذه شفتها كمان، يقدر يكون لو عندها مرض أو عاهة أو هذا نظن أنه داخل في كارما الله أعلم، ولا يمكن كتحدي في هذه الحياة أنها تثبت شيء لنفسها وتتجاوز هذا الشيء وتختبر هي هذه التجربة، عشان هي يعني تصلح لها هذه التجربة عشان تنضج فيها، هذا هو اللي يصلح لها. عشان يعني والعار إذا كان شعور بالعار مرتبط فيها، يعني هي عندها جرح العار زي ما احنا كلنا عندنا جرح العار، لازم تشافى منه في الأخير، أنها تتقبل نفسها وتحبها زي ما هي، هذا هو المهم. السؤال الثاني كانت تقول عن الجرح المتوارث من الأجداد ليش فيه توائم، تفضلي. ولا أنا ما أعرف إيش صيغة السؤال، لكن بالنسبة للتوائم كارما الأجداد، غالباً مثلاً الأجداد أو المخاوف أو المشاعر الثقيلة المتوارثة أو في أنماط معينة مثلاً، حتكون وصلت إلى نقطة اكتملت فيها دائرة الخوف، تمام؟
ومن رحمة الله سبحانه وتعالى، لأنه يعني لازم يكمل النسل مثلا في هذه العائلة. فالتوائم لما يجوا هم حيكونوا الأقدر على إنهم هم يبدأ يشفوا الدائرة هذه اللي تكونت في الخوف ووصلت لها أو إلى نهايتها، وإنهم يفتحوا دائرة جديدة للحياة. طيب، فبسبب توسع شاكر القلب عندهم، وبسبب يعني الاختيارات اللي هم اختاروها على مستوى الروح بإنهم يكونوا هذه العوائل، فهم الأقدر على إنهم يحدثوا الشفاء ويحدثوا أيضا التغيير، وبالتالي يبدأوا عجلة الحياة الجديدة لهذه. عندهم قوة، عندهم قوة، الله أعطاهم قوة ميزهم أنهم يقدروا يتحملوا هذا الشيء. برضو حاجة مهمة أنا كنت أبغى أقولها لما يعني تعلمت أو بدأت أقرأ شوية في الكونستليشن ثيرابي تبع العوائل، في حاجة كمان اسمها الانسسترال انتليجنس. إحنا لما نشفي برضو كثير من الأنماط حتبدأ تفتح عندنا كمان القدرات اللي موجودة أساساً عندنا، وإحنا اخترنا أن نكون في هذه الخطوط عشان نقويها أو نسقلها أكثر. فحتبدأ تنفتح مع التشافي من الأجداد برضو بعض القدرات اللي إحنا ممكن نكون محتاجينها في هذه الحياة، فحنبدأ نكتسبها في وقت قصير جداً، يعني ممكن في شهور قليلة جداً ألاقي أنه أنا عندي قدرة روحية عالية أو مهارة أنا. سبحان الله. إحنا مش الشفاء يعطينا هذه القدرة. أنا كنت حابة نضيف كمان، ولا عشان أنا ما حابش نحمل، لأنه إحنا كتير الشعوب العربية بنفكر بعقلية الضحية، لأن إحنا نقول إحنا نتحمل جرح الأجداد، يعني رانا في عقلية الضحية. أنا ما بحب هذا الأسلوب كمان، يعني مش أنا بلوم أحدا، يعني عشان نكسر هذه العقلية، لأنه إحنا لو جينا عشان نشفي هذا الجرح كمان إحنا كنا سبب هذا الجرح في وقت من الأوقات، لأن إحنا داخلين في هذه الدائرة وكنا من قبل في هذه الدائرة، وكنا ما تقدمنا روحيا ومش متشافين، وتسببنا في هذا الجرح لأجيال أخرى، وإحنا جينا عشان نشفيه كمان. يعني هذا دورنا، يعني إحنا نتحمل مسؤوليتنا مش مسؤولية آخرين كمان. يعني هذا اللي كنت حابة نضيفه، يعني كنا احنا في هذه الدائرة من قبل، لأن احنا عشنا كذا حيوات، وكنا من قبل احنا جد غير طبيعية، نقولها جد جد، احنا انا كنت جد 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 لنفسي، يعني يعني انا خلقت هذا الشيء كمان في الحياة، وانا جيت عشان نعالجه، يعني كنت سبب في هذا الجرح. يعني هو في الأخير كله عشان نرجع برضه لحكاية إنه إحنا نوحد التجسيد ونرجع في الروح ونرجع للارتقاء، إيش ما كان نوع الجروح اللي إحنا يعني في صدد تشافيها أو في صدد إنه إحنا بنحاول إنه إحنا نفهمها ونستمر في رحلة الشفاء. طيب يا فتيحة، مرة شكرا. ما شاء الله نحن وصلنا تقريبا ساعة إلا 10 دقائق. والله كمان يوم طولنا. معليش، ساعة 2 صبح عندنا. والله سلسلة مثرية جدا. برضو أنا ما حأوعد الناس، فتيحة كانت مرة من المرات تناقشنا في موضوع إنه إحنا نتكلم عن بوابات التشافي، بس أنا عارفة إنه فتيحة مشغولة جدا في الأيام القادمة. إن شاء الله يا رب، الله يوفقنا يا رب. أنا حابة أقول لك مبروك على التخرج. الله يسلمك، تسلمي حبيبتي. الله عبرك تخرج من الأشياء الثانية في الحياة إن شاء الله يا رب. فتيحة ما أنهت خلاص الدرجة كاملة تبعها في الطب، وأنهت حتى أنتوا شو إحنا بنسميه الامتياز، ما أعرف أنتوا إيش بالتربص، أنتوا بتقولوا التربص. التربص إن شاء الله بإذن الله تكون فتحة خير عليكي. إن شاء الله يا رب. طيب يا فتيحة، أنا أقول لك مع السلامة، تصبحي على خير. الله يسلمك، وشكرا لك ولا
يعني انت اللي حفزتيني وشجعتيني، انا شويه مكسله انا عارفه. ان شاء الله بعض ان شاء الله يستفادوا، ان شاء الله اتمنى يستفاد اللي يحب، خاصه اللي يحب يشتغل على نفسه ويجد عليها. يعني مش هذا كله انا اللي حكيته، انا ما بحبش احكي حاجات انا ما عشتها، انا ما بحب احكي نظريات، انا بحكي في حاجات اللي عشتها وجربتها. انا لو حاجه ما جربتها وما عشتها ما بحكيها وما بكتبها كمان. يعني انا ما بحب اتفلسف، لو جات الكلام لو انا عامله فيديوهات ما بيخلص وخلاص. يعني المعلومات، كم المعلومات اللي عندنا؟ مش المشكل انك تعطي، مش الهدف اني اعطي معلومات، الهدف اني اعطي تجارب حقيقيه. وهذا يعني خاصه في جروح الروح، هذه الاشياء انا عشتها وشفتها ولمستها وهي حقيقه. يعني كل واحد يعني يقدر يشوفها ويقدر يشفي نفسه، وإذا قدرنا نشوف من هذا يعني نقوله 80%، يعني واحد قدر يقدم النفس والبشرية حاجة كبيرة. إن شاء الله يوفق الجميع يا رب. طيب يا فتيحة، نشوفك إن شاء الله أو نلتقي بك إن شاء الله في، نقول في حلقات أخرى على حسب الوقت إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله الله يوفقنا، إن شاء الله يا رب.